ليه سؤال مثل كولي فيشي او سؤال اكيد طارحينه عليك كذا مره، ليه بعدك بلبنان؟ مع انه اكيد اكيد عم يجيك عروض من تلفزيونات خارج لبنان. أنا ما بلاقي حالي غير بهيدا البلد، يعني البلد هو الناس اللي بتحبهم وأنا الناس اللي بحبهم هن هون. في ناس بتقدر، بعرف قد تتعذب إنها تترك بلدها، بس أنا بقول نيالهم عندهم هالقد قوة إنه يقدروا يتركوا تيأسسوا كمان ويحققوا ذاتهم برا. صحيح صحيح. أنا يعني ما بعرف إذا هيدي مشكلة، بس ما يعني ماني شايفة مشكلة، يعني باقي هون. أنا معلق بالناس اللي بحبها بأهلي ببلدي، وما عندي هيدي القوة تقدر فل لبرا وحتى أرجع أجي بعدين، ما عندي إياها ولا عندي هيدي الطاقة إني بلش من أول وجديد. وبحس إنه في ناس لازم تبقى تيبقى البلد، لأنه إذا كلنا فلينا لمين صح بدنا نتركه؟ صحيح صحيح. على فكرة ما بعتقد انه هي مش قوة، بعتقد تاخد قوة اكتر انك تضل من انك تمشي من شيء مش ظابط. يعني معك حق اسهل بكتير الواحد معك يترك كل شيء ويفليه.